وللمزيد حول تقرير موقع War on Rocks الأمريكي الذي كشف عن معاناة 300 ألف نازح في العراق، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة حنان عبد اللطيف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. أكثر من 300 ألف نازح تحت وطأة عقاب جماعي في العراق، لماذا يستمر هذا العقاب الجماعي بعد أكثر من 5 سنوات من انتهاء العمليات العسكرية؟ نعم سيدي الكريم، نحن اليوم نرى أن نازح العراق في ازدياد، فشهدنا الشهور الماضية نزوح أكثر من 500 عائلة تم تهجيرها من قرى المقدادية ولم تعود بسبب تسلط ميليشيات الحشد الشعبي على هذا الملف، فهم يرفضون إعادتهم تنفيذا لمخطط الملالي في إحداث التغيير في التركيبة السكانية لهذه المناطق والمحافظات، كما أنه جرى الاستيلاء على أراضيهم وبساتينهم ومنازلهم من قبل هذه الميليشيات وتم تسجيلها بأسمائهم. وإضافة لذلك أصبح ملف النازحين ملف يتاجر به المسؤولين الحكوميين ومنفذ للسرقات والفساد، فمتى ما يعني ينتهي يعني متى ما تنتهي معاناة النازحين ويعودوا إلى ديارهم سيتوقف هذا المنفذ للسرقات والفساد الذي يدور على السياسيين العراقيين. نعم. بل حتى لو كان ذلك أستاذة حنان، فما الذي يمنع أن يتحمل المسؤولون مسؤولياتهم تجاه النازحين ويحسنون أوضاعهم حتى وهم داخل مخيمات النزوح؟ السيد الكريم، هو يعني مخطط يعني مرسوم من قبل النظام الملالي، وأيضا يعني نوع لإذلال سكان هذه المناطق، وبسبب الحقد الطائفي الذي غذته أحزاب وميليشيات إيران تلعب هذه المشاعر دور في الأعمال اللا إنسانية التي تمارسها الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق. نعم. بالنسبة لعودة النازحين أو إعادة النازحين إلى مناطقهم غير المؤهلة للعيش البشري والتي تشتمل على تهديدات لحياتهم في نفس الوقت، هل يمكن الحديث عن إعادة النازحين في ظل هذه الظروف؟ بالتأكيد عودة النازحين هي من مسؤوليات الحكومة العراقية، ويجب أن توفر لهم بيئة مناسبة. طبعا القانون الدولي لحقوق الإنسان نص على أن الحكومات هي ملزمة بتوفير المكان الآمن للمواطنين وحمايتهم من العمليات العسكرية في السلم والحرب، وبما أن العمليات العسكرية انتهت بإعلان العبادي انتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابي، فكان لابد من الحكومة العراقية إعادة النازحين إلى مناطقهم والعمل على إعادة إعمار مدنهم وإصلاح البنى التحتية وإزالة الألغام. وهذه الإجراءات تستطيع يعني أفقر دولة في العالم أن تنفذها في فترة قصيرة، ونحن اليوم أنهينا العام الخامس منذ إعلان العبادي القضاء على تنظيم داعش وحصول العراق على ملايين الدولارات من الدول المانحة التي خصصتها لإعادة إعمار المدن المتضررة، ومع ذلك لا زال النازحون يسكنون الخيام. يعني نحن نرى أن الحكومة العراقية هي ضعيفة وليست صاحبة قرار، والقرار هو بيد ميليشيات الحشد الشعبي
التي أصبحت تتحكم بالأمن والاقتصاد في محافظات الغربية والموصل من خلال المكاتب الاقتصادية، فبالتأكيد سيعرقلون أي عملية إعادة للنازحين من خلال افتعال التفجيرات والعمليات الإرهابية، وأحداث قرى المقدادية الأخيرة خير شاهد على ذلك. نعم. إذن هذه مشكلة معقدة مركبة أستاذ حنان، كما تلاحظين يعاني منها النازحون بين يعني عدم استطاعتهم على البقاء في هذه الظروف القاسية والرغبة في إعادتهم أو عدم إعادتهم وفقا لرغبات المسؤولين والنظام السياسي الموجود. المشكلة أن هذه أيضا هذه القضية تستخدم ورقة في موضوع الانتخابات، ثم لا يتغير شيء بعد انتهاء الانتخابات. نعم، طالما استمرت هذه المنظومة السياسية الطائفية الفاسدة وهذه الطبقة السياسية بكل أحزابها، يعني بين قوسين السنة والشيعة والأكراد، فوضع العراقيين والنازحين لن يتحسن، لأنها حكومات تابعة ذليلة وتنفذ أجندات الملالي. يعني شاهدنا قبل يومين هجوم بالطائرات المسيرة على دولة الإمارات، وتبنت ميليشيا ألوية الوعد الحق هذا العمل الإرهابي وبكل وقاحة، ومع ذلك لم نرى تحرك حكومي من قبل الأجهزة الأمنية لاعتقال قائد هذه الميليشيا والمجموعة التي نفذت هذا العمل. وهم اعتدوا يعني على دولة جارة منضمة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، فكيف بالنازحين الذين لا حول لهم ولا قوة، وحتى ممثليهم يتاجرون بقضيتهم ويسرقون مخصصاتهم ويستغلون وضعهم للحصول على أصواتهم والوصول إلى البرلمان، ولا يعنيهم يعني أمر ناخبيهم النازحين. فلنرى ماذا سيقدمون بتحالفهم الجديد في الحكومة القادمة. أشكرك جزيلا الأستاذة حنان عبد اللطيف، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.